أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج خطوط تماس نطرح فيها سؤالا تردد كثيرا في المجتمع: لماذا يكره الإخوان الفن والثقافة والإبداع والفكر المختلف بشكل عام؟ رأينا أمثلة طويلة جدا منذ نشأة جماعة الإخوان، ولكنها ظهرت جلية في الفترة الأخيرة. تعودنا جميعا على أنه الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان دائما ما تسخر من أي حدث مؤلم أو سيء يتعرض له المصريون، سواء كان هذا الحادث إرهابي أو أي حادث موجع بالنسبة للمصريين. لكننا رأينا أيضا فكرا متصلبا ومتشنجا فيما يتعلق بالتعامل مع الفن والفنانين. ربما أقرب مثال على ذلك رد فعلهم بعد وفاة الفنان طلعت زكريا في الأيام الماضية، وتكرر هذا مع الكثير من الفنانين والمبدعين المصريين الذين هم ليسوا فقط فنانين لكنهم أيضا رموز للقوة الناعمة المصرية بعد وفاة عمر الشريف، وفاة حمامة وأحمد رجب ومصطفى حسين، والأمثلة كثيرة جدا سنتطرق إليها في هذه الحلقة، ونعرف سر عداء جماعة الإخوان للفن والثقافة والإبداع. معنا في هذه الحلقة ضيوفنا الكرام الأستاذ محمد حبوشة الكاتب الصحفي، أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأيضا الشاعرة والأديبة المصرية الأستاذة نورة جويد، أهلا بحضرتك أستاذة نورة. نبدأ أستاذ محمد، يعني الحدث الأقرب إلى الأذهان كما ذكرت في البداية بعد وفاة الفنان طلعت زكريا، وما حدث من حالة من الشماتة، يعني كيف نأخذ ذلك مثالا على عداء جماعة الإخوان لكل ما يتعلق بالفن والفكر المبدع؟ يعني إذا عدنا إلى شخصية حسن البنا نفسه فهنجد بأنه هو شخص كان يعني كان مريض بالدنيا الثقافية، بمعنى أنه كان يكره كل ما يرتبط إلى ما يرتبط بالثقافة من قريب أو بعيد، وده كمان أصلا ده ضد فكر أو مبدأ الجماعة نفسها. يعني الجماعة نفسها بتقوم على السمع والطاعة، فالسمع والطاعة ضد الفكر وضد العقل، استخدام العقل وضد الثقافة بشكل كامل. وأعتقد بأنهم هم في بداية حياتهم منذ إنشاء الجماعة سنة 1928، وهو تاريخ دموي حتى هذه اللحظة بالتحديد اللي احنا بنتكلم فيها، بعتقد بأنه يعني المبدأ أنه أصلا مؤسس الجماعة لم يكن مثقفا، لم يقترب من الأوساط الثقافية، حتى أنه كان يبتعد كل البعد عن الشخصيات المثقفة، حتى كان لا يطمح بأي شكل من الأشكال أن ينضم إلى الجماعة مثقف، لأنه وكانوا بيلجأوا إلى تشويه السمعة أو الاغتيال أو غيره من هذه الأشياء. الوحيد التفكير مرفوض، يعني كما ذكرت الوحيد المثقف الوحيد الذي انتمى إلى الجماعة هو سيد قطب. وسيد قطب كان يعني 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 مبدأه أصلا مبدأ قائم على العنف ومبدأ قائم على الكراهية، رغم أنه كان ناقدا أدبيا وكان شاعرا في بداية حياته، ولكن يعني عندما انضم إلى الجماعة انقلب رأسا على عقب وأسس ما يسمى بالعنف أو القطبية في داخل الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين. بعتقد بأنه يعني الظروف اللي نشأت فيها هي اللي هيئت هذه المسألة بشكل كامل. أما فيما يتعلق بالفن فهم في البداية كانوا بيتملقوا الفن، يعني هم بدأوا مع يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، كان هناك يعني هناك نوع من المسرح، يعني محاولات مسرحيه، وكان القائم عليها في ذلك الوقت هو عبد الرحمن البنا اخو حسن البنا، وكانت محاولات في بقدر الامكان كانت فيها نوع من المباشره في النصح والارشاد وغيره من هذه الانواع من الفنون. فهم على عداء كامل بالفن بشكل كامل، وكانوا بيستخدموا ده حتى في وجود محمد مرسي رئيسا للجمهوريه، كان بيستخدموا ده ضد الفن. واعتقد صحيح. بانه سنه 2013 كان الموسم بتاع دراما كان فيه نوع من السخريه صحيح. عليهم صحيح. بشكل او باخر. فده يعني ده منهج اساسي، لانه الفكر والابداع والثقافه والفن مرفوض. ضد التفكير ضد مبادئ الجماعه القائمه على السمع والطاعه كما ذكرت. صحيح. طيب استاذه نوره، يعني تحدث الاستاذ محمد عن الفتره التي حكم فيها الرئيس محمد مرسي، وكانت يعني فتره حكم الاخوان،
كان هناك حالة من الضغط الشديد على كل ما ينتمي إلى الفن، محاولة للإيقاف، محاولة للتهميش. ما هي أهم الأحداث التي تتذكرينها في هذه الفترة؟ مساء الخير اولا، ميرسي على البرنامج وعلى الموضوع الثري جدا لهذا النقاش. وخليني اقول لحضرتك ان الاخوان مش بيكرهوا الفن والثقافه والادب، لا، هم بيخافوا لان دايما المثقف، دايما الاديب، دايما الشاعر، دايما الفنان عنده فكر زي ما قال الاستاذنا، وهم ضد الفكر، هم ضد ان المخ يشتغل، لأن المخ بيتمحور بالنسبة لهم لكائن دموي، إزاي يصب في القتل، إزاي يصب في التشويه، إزاي نخلي أرقى رموزنا. وبالتزامن مع هذا الحكم أفتكر جليا استبعاد الدكتورة إيناس من وزارة الثقافة، وساعتها كان حدث دكتورة إيناس عبد الدايم، وهي فنانة وكيان رائع، صحيح، استبعدت فور اعتلاء الإخوان للمنصب، استبعدت من وزارة الثقافة، وهي كانت الأحق بي بصرف النظر عن أنها تقدر تدي إيه. اتشافت أنها الأنثى التي ستبدع وستمنح وستثري هذا الكيان، وده مش مطلوب. كان مطلوب وقت هذا النهج تماما. الإخوان بيخافوا، مش بيكرهوا، بيخافوا من المبدع لأنه دايما بيصورهم على حقيقتهم، بيوريهم للناس بالشكل الحقيقي ليهم. زي ما قال أستاذنا أنه كان بداية رئيس جماعة الإخوان كان مسلم شاعر، ثم تحول لمسلم يدعو للقتل. أفتكر أن إمامنا الشعراوي في بداياته كان بينتسب لجماعة الإخوان المسلمين، وأول بيانات الجماعة كتبها الإمام الشعراوي بإيده. لكن لما المسألة دخلت في الفكر واكتشفوا أن الإمام محمد متولي الشعراوي غير قابل إطلاقاً أنه يكون مدفوع وبيفكر، استبعد فوراً الإمام نفسه من هذا الكيان، ورفض أنه يكون جزء من هذا الفصيل الذي يدعو للسمع والطاعة التامة. والنهاردة إحنا أغلب التفاسير السوية، أغلب التفاسير اللي بتحسسنا بالوسطية من إمامنا، صحيح، محمد متولي الشعراوي. صحيح صحيح. طيب، يعني استكمالا لهذا، هل رأينا منذ نشأة جماعة الإخوان، لا نقول فنانا نابغا خرج من وسط جماعتهم، لكن حتى يعني أي شخصية أثرت في محيطها، أثرت حتى في الجماعة، أي شخصية نتذكرها، ولا كان هذا حتى هذا غير مقبول؟ لا، كان هناك محاولات لضم يعني عدد من الفنانين، منهم اللي اقترب منهم إلى حد كبير جدا كان الفنان الراحل حسين صدق، وانخرط في هذه الجماعة بشكل 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 كبير، يعني بشكل نظامي. كان كادر من الكوادر اللي موجوده في هذه الجامعه، وهو فتره من الفترات يعني لما حس انه هذه الجماعه جماعه متطرفه وافكارها بتؤدي الى الارهاب وتؤدي الى كتير جدا من الوسائل العنف، وهو بطبعه فنان وحساس وعنده مشاعر، فابتدى يبعد عن هذه المساله، ولكن غلبوا تفكيره وغلبته فكرة أنه ينتمي إلى هذا الكيان. فذهب إلى سيد قطب وهو مريض قبل أن يعدم، وقال له أنا بفكر أترك الفن، فقال له لا، أنت خليك فن، خليك في يعني استمر في هذه المسألة. قال له أنا بكتب كتاب مقالات وبخطب خطب وبحاول بقدر الامكان ان اؤثر في الجماهير، ولكن انت فيلم واحد تستطيع انك انت تؤثر تاثير كبير جدا، فانت استمر في هذه المساله وبس، خليك في جانب الالتزام. وبالفعل كمل في هذا المشوار، وعمل فيلم اسمه الشيخ حسن. صحيح. يعني هذا الفيلم فيه تعبير يعني طبيعي واضح وصريح جدا انه بينتمي الى هذه الجماعه. حتى زوجته
كانت زوجة مدللة ومرفهة وتهتم بالمكياج، تهتم بأشياء كثيرة جدا، ومن أسرة سرية، ولكنها أيضا في النهاية يعني انضمت إلى الجماعة، وكانت يعني كانت وصلت إلى أنها بقت نائب زينب الغزالي نفسها. فأنا يعني بعتقد بأنه كمان أيضا في نفس السياق حاولوا مع أنور وجدي في لقاء بين حسن البنا وبين أنور وجدي في أحد البنوك بالصدفة، وكان وأنور وجدي عبر عن خوفه عن مخاوفه من هذه الجماعة، فهم يعني لم يستجب لي. لم يستجب لم يستجب، لكن حسين صدقي كان حسين صدقي كان يعتبر من لكن ما فيش أمثلة تانية مشابهة. في كتير جدا من البتاع ده، يعني وصلنا إلى وجد العربي ومحمد العربي ووصلنا إلى يعني إلى الناس اللي هم استعانوا بيهم. منطقه الفن يا أستاذ محمد، يعني هم لما انضموا للجماعة بشكل واضح وقوي تركوا الفن، يعني لم يعودوا مؤثرين. ما هو أمر طبيعي هو أصله هو هي المنطق بتاعهم أصله، هو إذا 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 أجرى القسم فهو بيقسم على السمع والطاعة، بيقسم على الولاء، فبالتالي لا ده بيتنافى أو بيتنافر مع شغله كفن يعني كإبداع يعني. بعتقد بأنه ده دي محاولات بشكل أو بآخر، لأن هم في قرارة نفسهم بيؤمنوا بأنه الفن هو من القوى الناعمة التي تستطيع جذب الجمهور وتستطيع، وعملوا كتير جدا من الأناشيد واستعانوا بأغنيات وعملوها على هواهم يغنوها في الأفراح بتاعتهم. طيب خلينا نذهب إلى دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس. مساء الخير دكتور جمال. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني الآن أستاذ محمد يقول أنه جماعة الإخوان حاولت استخدام الفن لكن بطريقتها، وكل ما يتعارض مع طريقتهم ومحاولة نشر أفكارهم وبالنسبة لهم بيصب عليه جام غضبهم، كما يعني رأينا خاصة في السنوات الأخيرة الماضية. تقييم حضرتك لهذا التناقض بين فكر الجماعة والأسلوب النفعي الذين حاولوا به استخدام الفن لتحقيق أغراضهم؟ تمام، يعني هو ده سليم 100%، لأنه هم عندهم يعني شيزوفرينيا، عندهم انفصال بين الفكر والتطبيق. يعني سيد قطب الحقيقة ميز بين نوعين متناقضين في الثقافة. تكلم عن الثقافة الإسلامية والنوع الثاني الثقافة الجاهلية. الثقافة الإسلامية قال إنه مصدرها القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض قيم الصحابة والتابعين. النوع الثاني هو الثقافة الجاهلية. والثقافة الجاهلية عنده وعند معظم الإخوان المصدر بتاعها غربي، ومن بيرى انه اللي قال ان ابن سينا وابن رشد والفارابي فلسفة الاسلام هذا خطأ، هو هؤلاء بيستمدوا ثقافتهم وافكارهم من الفلسفة الاغريقية الغربية، وبالتالي يبقوا جاهليين او ينطبقوا من او ينضموا الى النوع الثاني من الثقافة اللي هو ثقافة الجاهلية. علشان كده معروف عن الاخوان ان هم صدموا بتاع حسين وعبد الرحمن بدوي ونجيب محفوظ وامل زنقل واحمد فؤاد نجم وغيرهم من المثقفين المصريين. في بعضهم حرم للغناء وحرم تحريم قاطع للتصوير الفوتوغرافي. وفي الرد على هؤلاء اتهام بانهم يحرمون الحياه نفسها ويصادرون على اي بهجه وعلى اي سعاده ويقفون حائلا امام بهجه الامه وسرورها. حرموا الحقيقه جميع اشكال الفنون. وفي هذا الصدد فهم اكدوا على ان صوت المراه عوره وان صوت المراه يثير الغرائز. نعم.
الاخوان الحقيقه يعني الشيزوفرينيا اللي احنا اتكلمنا عنها او الانفصال، هم يستخدموا الفنون بطريقتهم. يعني هم هنا هتبقى دي مش فنون جاهليه، لا تبقى دي فنون اسلاميه. نعم نعم. الحقيقه ده تناقض، واذا كان هم عندهم قدره على التناقض احنا بنفهم بالظبط دوافعهم. صحيح. وبنفهم وقوفهم امام الفنون وامام الثقافه. صحيح. والحديث طويل عن الشيخ شلتوت وموقفه وغيره من فلاسفه الازهر الذين اباحوا الفن واباحوا الثقافه. شكرك، شكرا جزيلا دكتور جمال شقرة، استاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس. يعني حتى في التاريخ يعني يذكر وقائع معينة، لكن دكتور جمال تحدث عن الانفصال والتفرقة بين الثقافة الإسلامية والثقافة الأخرى هي ثقافة جاهلية. هو مبدأ من ليس معنا فهو بالضرورة ضدنا، عدونا. ومنهج التكفير ورفض الآخر، يعني تحدثنا عن رموز عندما توفت تم تكفيرها، ورموز أخرى كانت حية وتم إباحة قتلها وإهدار دمها. كيف يمكن أن نقرأ يعني هذا التكفير وهذا الرفض والإقصاء لكل ما يختلف معهم؟ خلينا نذكر جيدا موكب شيخ محمد الغزالي إلى جريدة الأهرام ورشق الجريدة وزجاجها بالطوب لمجرد ان هي منفذ من منافذ الفكر، ولانها استضافت وكانت بتنشر كتابات الاديب الكبير نجيب محفوظ. اذكر مقوله الاستاذ الله يرحمه نجيب محفوظ قبل وفاته بسنتين، قال لما سئل عن الاخوان المسلمين قال دعونا نجعلهم يعتلوا الكرسي الحكم لنتكشف مدى حمقهم ونتكشف مدى فراغهم، ولانه كان شايف الرؤيه دي كانت واضحه جدا، واهدروا دم نجيب محفوظ وتعرض لمحاوله اغتيال. احنا شعب بطبيعتنا بيميل جدا للدين، جوانا طقوسنا وديننا دايما غالي علينا، وده المدخل اللي بيحاولوا ينفذوا ليه من خلال نفوسنا الطيبه كشعب مصري. الاخوان بيحاولوا يثبتوا كل شيء ان الدين قال حرام، كل شيء يحاولوا يمنهجوه لصالحهم يقولوا الاسلام قال حرام والاسلام بريء من كل، اولا الاسلام بريء من شماتتهم في 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 الموتى حتى لو هم فنانين، الاسلام بريء من تكفيرهم للغناء، قالوا الغناء حرام. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دخل بيته في يوم ولقى الجواري بيغنوا، ابو بكر قال له يعني مزامير الشيطان في 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 بيت رسول الله، قال له سيدنا النبي قال له دعهم فاليوم عندهم، وكان محبب ليه. سيدنا النبي كان بيستلذ جدا بسماع الشعر من حسان بن ثابت، وكان بيستمتع جدا بسماع الشعر من الخنساء. ديننا وسطي، اللي يعول على الدين عشان يكره الناس في الثقافة وفي الشعر وفي الفن خسران، لأن احنا في الأول وفي الآخر شعب جدا مثقف. صحيح. اللي يشوف ان بناء تاريخ من الأهرام وكل ما إلى زوال، لو أنا وحضرتك ما سبناش ورانا تاريخ ما يخليني زي ما الفراعنة عملوا، إيه اللي هيثبت ان احنا كنا موجودين على هذه الأرض؟ صحيح. إيه اللي هيثبت ان احنا أثرنا؟ صحيح. في الوقت اللي احنا موجودين فيه. هم بيطمسوا الحضارات وبيطمسوا هذا التاريخ. طيب إلى أي مدى كان المصريون رغم يعني إيمانهم الفطري وإنه الدين هو جزء من حياتهم الاجتماعية اليومية لا تتجزأ، لكن برغم من كده كان عندهم حالة وعي كبيرة جدا لمحاولات خلط الدين بكل ما هو دنيوي، وده ظهر واضحا جدا في عام 2013 حالة الرفض الشعبي الجارف لممارسات الإخوان. فكيف يمكن أن نتحدث عن هذا الوعي الثقافي؟ يعني ده بيرجع لأنه الشعب المصري من عنصرين، هو حامي وسامي. يعني هو الشعب الوحيد على مستوى العالم اللي فيه حاميين وساميين، له سامي وله حامي، في الاثنين الصفتين موجودين.
ومن منذ بدء التاريخ او من فجر التاريخ والانسان المصري يفضل او يقدم الوطن على العقيده. يعني عنده الوطن اولا ثم العقيده ثانيا. فبالتالي يعني مع مرور الزمن تشكلت هذه المساله، وهم كانوا واعيين جدا في لهذه الفكره، فكره انه الانسان المصري بيقدم الوطن على العقيده. هم كانوا مؤمنين بيه، عشان كده كانوا بيقولوا ايه؟ يقولوا ان ما الوطن الا كوم التراب. صح. يعني حفن من تراب العفن. يعني انا مش عايز حسب النص اللي بيستخدموه. فده معناها ايه؟ معناها ضرب في عقيده الانسان المصري منذ قدم التاريخ وحتى هذه اللحظه. فانا بعتقد بانه هؤلاء الناس هم ضد الحياه، ضد منطق الحياه. ضد منطق الطبيعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها. فبالتالي فكره ان هم يعادوا كل ما هو يحرك المشاعر الوطنيه، كل ما هو يبعث على التفكير، دي اصلا في الدستور بتاعهم، دستورهم وقانونهم ومنهجهم قائم على هذه الفكره، فكره انك انت بتسمع وبس وتطيع لا تفكر. فبالتالي انا بعتقد بانه هذه المساله يعني منذ راسخه في ذهن هذه الجماعه منذ منشاها الاول على يد حسن البنا، ومرورا بكل القيادات اللي جت بعد كده. بعتقد بانهم كمان هم كانوا في فتره الثلاثينات اصطدموا بطه حسين، وكتب عنهم طه حسين وهاجمهم. واتذكر في هذه المناسبه انه عندما تولى الرئاسه محمد مرسي هاجم طه حسين في الاسكندريه بمجرد يعني بأثر راجع، كانه بينتقم بأثر. فهم وكان هم كمان كانوا بيحرضوا الجماعات الاخرى السلفيه والجماعات الجهاديه والجماعات المتطرفه في مصر. كانوا هم بيقدموا الفتاوى وبيقدموا الارشادات، وبالتالي هذه الجماعات كانت تتبنى عمليات القتل زي ما حصل مع فرج فوده، زي ما حصل مع نصر حمد ابو زيد في مهاجمتهم، زي ما حصل مع نجيب محفوظ. كل هذه المسائل، وكانوا هم دائما يتواروا خلف هذه المساله، يقولوا احنا مالناش علاقه. انت مالكش علاقه، بس انت اللي صدرت الفكر. صحيح. انت اللي افتيت بهذه المساله. فبالتالي هم حتى كمان ده في نوع من الجبن، في نوع من التعامل مع يعني مفيش نوع من المواجهه. صحيح. فكره الدونيه الثقافيه دي بتخليهم يتواروا خلف الجدران. صحيح. علشان ما يواجهوش بفكر يقدر يقنعهم او يقدر يوقفهم عند حدهم. صحيح. كل هذه الاشياء يعني اعتقد بانها ليست وليدة الصدفة، ولكنها ولدت حينما ولدت هذه الجماعة. صحيح. طب رغم ذلك يعني نرى أنه جماعة الإخوان حتى وهي تهاجم، يعني هو تنظيم دولي وكل منهم يهاجم وطنه من خارج وطنه بالأساس مقابل أجور عالية جدا، هم يحاولون الاستحواذ على وسائل الإعلام، على وسائط فنية، يشكلون لجان إلكترونية، ويستخدمون كل ذلك من أجل مهاجمة أوطانهم من الخارج، محاولة تأليب الرأي العام، محاولة إفساد كل شيء. فهم إذن يستخدمون ما يرفضونه بالأساس. صحيح؟ صحيح. لو المسألة تمسهم هم شخصيا فده منكر، ده ذنب. لكن لو المسألة تمس مصر، تمس أمنها القومي، فده مباح، ده حلال، ده عين الحلال. لكن اللي أقدر أقول لحضرتك إن حتى على السوشيال ميديا دلوقتي المواطن العادي أصبح مثقف وواعي جدا، بشرط إنه يعرف إيه أي سم مندس في عسل الكلمات اللي بتتحط. النهارده ممكن حد يكتب تويتة وتبص تلاقي من خلال الردود سعادة غريبة، أنا بحس بسعادة غريبة إن هم عارفين التويتة اللي اتكتبت دي إيه المقصود بيها. حضرتك بتشككني في جيشي؟ لا. أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وأنت مندس. أصبح عند الشعب المصري النهاردة ثبات والتفاف حوالين جيشه بشكل أرهقهم. هذه الجماعات وهذه القنوات الممنهجة أصبحت مجهدة ومرهقة،
من انها تقف قدام المواطن البسيط اللي بقى بفطرته وبخوفه على وطنه في خضم هذا العراق اللي حاصل في كل الشعوب حوالينا. احنا قاعدين في نزيف دموي، ربنا يحفظ مصر. الناس حاسين بده ومش قادرين ابدا ينساقوا لدفعهم، الا القله القليله انا مقتنعه جدا بانهم هم الصح وبيرفضوا حتى النقاش مع حضرتك. بس هم بيحاولوا من خلال هذه الوسائل ان هم يستميلوا اكبر قدر ممكن من الشباب. ازاي نقدر ننمي الوعي؟ يعني دائما كانت الثقافة والفنون المصرية يعني هي القوة الناعمة، هي شيء اتربى عليه كل المصريين. ازاي نخلي هذه القوة هي حائط صد امام هذه الافكار المتطرفة؟ اعتقد ان خلال الايام اللي فاتت بعد عرض فيلم الممر حصل لغط غير طبيعي على كل صفحات السوشيال ميديا. اصبح شبابنا الصغير، الولاد، الناس الكبار بدأوا ياخدوا مقاطع من الفيلم وتبقى هي التويتة بتاعتهم. صحيح. وبرغم ده برضو سفهوا من أهداف هذا الفيلم وسفهوا من الجيش، وإحنا كشعب رفضنا ده تماما. ما تتصوريش حجم هذا الأثر الإيجابي في نفوسنا وفي نفوس الشباب الصغير من مجرد إنتاج فيلم زي ده وبثه للشباب. إحنا محتاجين ده، هي دي القوة الناعمة اللي حضرتك بتقولي عليها. إزاي المثقف يوضح ان الدين بتاعنا اللي هم بيشتغلوا عليه كويس قوي وبيوجهونا باسم الدين، ان الدين بريء تماما من ان حضرتك تمنهجني وتلغي عقلي. الدين سمح، الدين وسطي. هم ابعد ما يكونوا عن الوسطيه ويقولون ما لا يفعلون. صحيح. يعني فيهم شعراء وفيهم ادباء لكن موجهين وممنهجين. صحيح. ضدي وضد حضرتك. صحيح. طب على ذكر فيلم الممر، يعني هو فعلا احدث حاله لكنها ايضا مثلت بشكل واضح الاستهداف الذي يتعرض له المصريون في ثوابتهم واحتفالهم، يعني سواء شخصيات كبيره حتى الزعيم عبد الناصر لم يسلم من ذلك، حرب 73، جهود الجيش المصري في حرب الاستنزاف، لم تسلم مصر من هذه الكتائب الالكترونيه. كيف حللت هذا الجدل الحاصل على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني انا بعتقد بانه هذه الكتائب حاولت ضرب اسفين بين الشعب المصري وبين هذا الفيلم بالتحديد. وحاولوا يستميلوا الصحفيين على سبيل المثال بانه شخصيه الصحفي شخصيه فيها يعني تعتبر شخصيه كرتونيه او شخصيه هزليه في الفيلم، وبالتالي ده نقطه ضعف. وايضا بيتكلموا عن فكره انه استخدام الجرافيكس واستخدام التكنولوجيا ما كانش موظف توظيف صحيح في الفيلم. يعني بعتقد بأنه كل هذه الأشياء، لكن الشعب المصري رد عليهم بالمشاهدة وبالتفاعل بشكل كبير جدا. وأنا هرجع قبل الممر بشوية بأسبوعين ثلاثة، عندما تعرض الجيش المصري وتعرض الرئيس السيسي لحملة شائعات كبيرة جدا على السوشيال ميديا. بعتقد بأن الشعب المصري ضرب مثالا أهم من حتى وسائل الإعلام. يعني الشعب المصري هو الذي تصدى لهذه بوعي شديد جدا. وكان هناك نوع من الردود، وكان هناك استدراج حتى من جانب المشاهدين العاديين لقنوات الجزيرة والقنوات الإخوانية، وكانوا بيعملوا مداخلات على أساس أن هم بيؤيدوا، ولكن بعد دقائق قليلة ينقلبوا عليهم ويهاجموهم ويضعهم في مواقف محرجة. صحيح. وأنا بعتقد بأن الشعب المصري انتصر في هذه المعركة بشكل حقيقي. الجماهير المصرية هي التي حركت المياه الراكدة، وهي التي أثبتت انتمائها رغم أن الإعلام صدم ولم يرد في البداية، وشجعت وسائل الإعلام بعد ذلك أنها تخوض هذه التجربة وبتسير فيها بشكل صحيح. بعتقد بانه كمان يعني احنا محتاجين، يعني تاسيسا على فيلم الممر، احنا محتاجين في الدراما التلفزيونيه بقى. يعني محتاجين في رمضان، القادم في رمضان يعني في رمضان القادم هناك مسلسل بيحكي قصه احمد منسي. هيعمله امير كرار اسمه الاختيار. بعتقد بان احنا نستطيع انه من خلال الدراما، لان الدراما التلفزيونيه هي اللي موجوده في البيوت. صحيح. هي اللي بيشوفها ال 100 مليون مش الفيلم اللي بيشوفه عدد قليل جدا. صحيح. من ابناء الشعب المصري اللي بيقدر يدفع تذكره وبيروح. لكن الدراما التلفزيونيه عليها دور كبير جدا في الفتره القادمه،
للتأكيد على الهوية المصرية من خلال عرض البطولات والانتصارات وتقديم نماذج مشرفة من أبناء هذا الشعب لهذا الجيل الجديد اللي تفاعل مع دي. احنا نستثمر فكرة الإقبال على فيلم الممر بإن احنا يبقى عندنا 3-4 مسلسلات في الموسم القادم وأنا متأكد أن هناك أكثر من عمل في الموسم القادم لاستغلال فكرة فكرة تحريك الشعور الوطني لدى الشباب الصغير ده في حد ذاته بيشجع على ان احنا نعمل اعمال تمجد البطولات. طيب من هذه النقطة انا هذهب الى ضيفي عبر الهاتف الدكتور اكرم خميس الكاتب الصحفي. مساء الخير دكتور اكرم. الفنور يا فندم. حضرتك طبعا تستمع الى حديثنا نتحدث عن دور الفن والفكر والثقافة والابداع، لكن في فترة بتتعرض فيها مصر لهذه الهجمة الشرسة، محاولة يعني تغيير الثوابت او هز الثوابت الوطنية للمصريين، الى اي مدى نحتاج لهكذا اعمال وطنية درامية في الشعر في الفن في الاعلام؟ ما الذي نحتاجه الان؟ يعني اعتقد مبدئيا انه لدينا مخزون من البطولات الوطنية اللي تسمح لنا وللدراما وللفن والادب والثقافة بشكل عام ان يكون هناك مجال واسع وفسيح للابداع ولاحتواء الوعي المصري في عمومه، والا نترك فجوات لتيارات معادية او تيارات متطرفة ان تخترقها. تقديري انه الفن والادب والسينما على وجه التحديد في مصر ثم الدراما يعني تتعامل مع الامور بشكل مرحلي، لا تاخذ الامر برؤيه شامله منظمه ممنهجه تسمح له بتقديم، لنفترض كل عام مثلا عمل كبير عن البطولات المصريه، عن العطاء المصري الكبير ليس فقط على المستوى العسكري انما على كل المستويات، وبالتالي ندعم الانتماء الوطني لدى الاجيال الجديده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه نقطع الطريق على خطاب اخر مضاد زي اللي حضرتك تفضلت بيه حالا. في ذكرى اكتوبر وما قبل ذكرى اكتوبر كان المستهدف بشكل واضح بالنسبه لي الجيش المصري بالدرجه الاولى، يعني بصرف النظر عن استهدافات اخرى تمت في السياق لكن كان المستهدف بالدرجه الاولى الجيش المصري. ذكرى حرب اكتوبر ونصر اكتوبر جاءت في موعدها تماما ليعرف الناس ان الجيش المصري ليس من هذه الجيوش التي تبتعد عن شعوبها او تكون منفصله عنها، وانما هو في كل المراحل وكل الحقب كان درع مصر وكان اداته في التنميه وكان درعه في الحمايه وكان صوته العالي في كل المحافل. صحيح. يعني لدينا ما يسمح بان نقدم بشكل منتظم وممنهج ورؤيه طويله الامد ما يعزز هذه الصوره عند المصريين. شكرك شكرا جزيلا دكتور اكرم خميس الكاتب الصحفي على مشاركتك معنا في هذه الحلقه. وهل نحتاج ايضا استاذه نوره الى يعني تعبير الدراما والفنون ايضا عن مساوئ الفكر المتطرف؟ يعني راينا اعمال تتحدث عن الارهاب وعن الفكر المتطرف وكانت ناجحه جدا في تاريخ الفن المصري، هل نحتاج الى تكرار لهذه المعاني من اجل التوعيه مره اخرى؟ صحيح، احنا شعوب بتتاثر جدا بهذه الدراما وبتصدقها، يعني احنا بنصدق الابطال في المسلسلات وكانهم اشخاص فعلا عايشين في حياتنا، بنتزمت جدا للبطولات وبنكره جدا الكيان الاخر اللي ضدنا وضد امننا. خدي بالك الانسان المصري اشد ما ممكن ياثر فيه سلبا او ايجابيا امنه. طالما انا كأم بحس الامان لاولادي في تحركاتهم انا مع الفصيل اللي حقق لي هذا الامان. وانا موافقه جدا على كل الدراما اللي توريني مدى جموح هذا الطرف الاخر اللي بيدفع على قتلي وقتل ولادي وعدم الامان وعدم نزولي والتوقف عن فكري والتوقف عن ابداعي. وكاني انا كائن جاي من كوكب تاني مكانه البيت مقفول عليه لا يحق له الا خدمه هذه الجماعه. واحنا شعب بطبيعته مبدع وبيقدر جدا المبدعين. انا بشوف ان مخبط الشعر بالدراما مخبط الناس بالدراما التلفزيونية وبالأفلام وبالشعر وبالقصص القصيرة، وإحنا أصبحنا شعب يقرأ
مؤخرا بعد معرض الكتاب الأخير وهذه الفعاليات الرائعة في معرض الكتاب الأخير، أنا بحس إن إحنا رايحين لدنيا تانية. شعبنا بدأ يقرأ، كان منظر مفرح، وإن شاء الله ده يتكرر في معرض الكتاب الجاي. طول ما الشعب ده بيقرأ وبيصدق جيشه إحنا في خير. صحيح. طيب أستاذ محمد، ما هي أهم الأعمال اللي تحدثت عن الإرهاب والتطرف تراها يعني كانت مؤثرة، وماذا ينقصنا؟ يعني لو حضرتك في أفكار دائما تقول أنه هذه الفكرة لو تم تنفيذها تعمل حالة من الوعي لدى المصريين. يعني أنا بعتقد بأنه فيه سلسلة عملها الأستاذ وحيد حامد مع الفنان عادل إمام، زي الإرهاب والكباب وزي كتير من الأفلام والإرهاب وغيره، بعتقد بأنها هي نماذج صالحة للقياس عليها. لكن أنا لي وجهة نظر أنه احنا الارهاب لم نتاثر به التاثير المباشر، ولذلك هتجدي انه مثلا في دراما السوريه على سبيل المثال عبرت عن هذا الارهاب بشكل كبير جدا في عدد من المسلسلات، زي بانتظار الياسمين، غدا نلتقي، سنعود بعد قليل، كتير جدا دقيقه صمت، فيه كتير جدا من المسلسلات اللي عبرت عن الارهاب، بس كان هي تناولت الإرهاب من منطلق إنساني، لأنه حدثت كوارث وحدثت عمليات سبي واغتصاب وكتير جدا من في قصص مؤثرة، قصص إنسانية، في مئات وآلاف القصص الإنسانية في قلب الأحداث الموجودة في سوريا، أنتجوا منها مجموعة من المسلسلات اللي عبرت بشكل أساسي عن طبيعة وعنف وبغض وكراهية هذه الجماعات المتطرفة. أنا بعتقد إحنا ربما نكون بعيدين تماما عن هذه الأجواء، ولكن ده لا يمنع إنه يبقى عندنا نوع من المسلسلات اللي بتواجه الفكر بالفكر، بمعنى إنه تركز على الأفكار الأساسية اللي بترسخ في ذهن هذه الجماعات المتطرفة ونناقشها بشكل كان في جماعة واحد والجماعة طبعاً يعني وضحت النشأة والفكرة. الجماعة واحد واثنين كانت فيها سيرة لجماعة الإخوان، وطبعا في كتير جدا من الأحداث اللي مرت بيها مصر ضمن التاريخ، هذا التاريخ الدموي اللي حصل من جانب الإخوان، ولكن انا بتكلم على انه مواجهه الارهاب في هذا العصر، في الوقت اللي احنا الوقت الحالي، يعني احنا صحيح بنواجه حرب ارهاب يعني كبيره جدا على حدودنا الغربيه وفي سيناء، في قلب سيناء، ولكن احنا ما بنشوفش ردود الفعل اللي بتعملها القوات المسلحه والشرطه في مواجهه هذه المساله. انا بعتقد بانه من رحم هذه الاشياء ربما تكون هناك عشرات ومئات القصص اللي بتسمح بانها تعرض على الشاشه، شاشه التلفزيون، في شكل درامي يعني في على الاقل. ومنها طبعا زي ما انا قلت من شويه ان هناك مسلسل احمد منسي اللي بيحكي قصه حياه احمد منسي بطل الصاعقه، اللي كان قائد الكتيبه 103، اللي مات في 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 البرز، في كمين البرز. بعتقد بانه ده يفتح المجال امام الكتاب وامام كتاب السيناريو بالتحديد، بانه على غرار احمد منسي هناك مئات من الشخصيات التي استطاعت ان تواجه هذا الارهاب، ومن خلال هذه تناول السير الذاتيه لهؤلاء الابطال يمكن اعاده تقييم بشكل اساسي، اعاده تقييم هذه الجماعات امام المجتمع. ايضا من ضمن الأشياء المهمة جدا أنه بتركز على الهوية المصرية، بتركز صحيح. على شخصية الإنسان المصري البطل الذي يواجه التي يقولون سرقتها أو استلبها بالزبط. طيب في الأدب والشعر، أهم النماذج التي رصدت أو تصدت للإرهاب أو فضحت الإرهاب، كتابات تتوقفي عندها، أشعار تتوقف والله عنها. أنا لما عرفت أن أنا جاية وعرفت موضوع البرنامج يعني ربنا ألهمني بكام بيت في نفس هذا الصدد بالظبط، واسمحي لي أقول لحضرتك فضل. إن مهم جدا جدا إن الخطاب الديني كمان يتحدث ويوضح للناس إن كلمة هذه الحرمانيات
اللي بيدعوا ليها الاخوان ان ده غلط، ده ما قالش ده، ده حرام، حرام الشعر، حرام الفن، حرام الابداع، حرام النحت، حرام حرام، قائمه حرام. دانا سمح جدا ووسطي جدا، ويمكن انا اختصرت ده لو تسمحي لي طبعا في مجموعه ابيات. اتفضلي. يعني لحد ما حضرتك تحضري هذه الابيات، احنا مثلا احمد فؤاد نجم اللي قال عنه بعد وفاته انه باع باع اخرته واشترى دنياه، يعني كانت له ابيات بسيطه جدا واشعار بسيطه جدا لكنها واضحه ومؤثره، صحيح يا استاذ؟ لا هي احمد فؤاد، على حضرتك احمد فؤاد نجم كان بيوجعهم لان هو كان بيهاجمهم بشكل ببساطه، هو اصلا يعني شاعر عاميه، وكمان العاميه اقرب الى اقرب الى القلوب المصريه، فبتتكلم على لغه الارض. صحيح. اتفضلي. طيب نسمع حضرتك استاذ. قال النبي ان البيان لساحر والله رحمن جميل ويحب في الناس الجمال، والشعر يبقى حكمه ما دام من حسن بلا قبح ولا يدعو الخليقه للقتال. سمع الغناء ربيعنا بسماحة، اليوم عيد قالها، اليوم عيد لا محال، بل كان يطرب دائما بفصاحة الخنساء ويقول هب للمقال، أو حين ينشد شعر حسان يقول الحرف نبل فرّي في قلب الرجال، الدين سمح لا غلاظة لا فظاظة، أحكامه وسطية المكيال، إن النبي شريعة قبل الفصائل والجماعة، وأعز ربك من أمام الناس قال، الشعر وحيا والقصيدة وردة والشوك في فكر عقيم لا جدال. لا جدال فعلا في هذه القواعد الوسطية التي أرساها الدين وأرساها نبينا محمد، يعني هو القدوة والمثل. احنا يعني بهذه الفكرة التي لا جدال فيها فعلا بنختم حلقتنا النهاردة، وبشكر ضيوفي الكرام الأستاذة نورة جويدة الشاعرة والأديبة، وبشكر حضرتك على هذه الأبيات من الشعر حول موضوع حلقتنا، والأستاذ محمد حبوشة الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا يا فندم، وأشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من خطوط تماس. إلى اللقاء. We'll be right back.